الرضاعة الطبيعية هي أفضل طريقة لتغذية الطفل منذ ولادته، وهي الطريقة يلي أوصت فيها منظمة الصحة العالمية، وخاصة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع. صحيح، أكيد فوائد الرضاعة الطبيعية كثير فوائد مهمة لصحة الأم وأيضا لصحة الطفل. رح نحكي عن مدتها المثالية وشو الصعوبات يلي ممكن تواجهها الأم وخاصة بالست شهور الأولى، وغيرها من التفاصيل الثانية رح تخبرنا عنها الدكتورة وعد شهلة الاختصاصية بطب بالأطفال. دكتورة وعد شهلة، صباح الخير دكتورة، واهلا وسهلا فيكي معنا. صباح الورد، اهلا وسهلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، ممكن بهي الفترة او بهذا الوقت اللي نحن فيه صارت تبعد كثير الام عن الرضاعة الطبيعية وتجهز الحليب الصناعي لاعطاء الطفل وقت الولادة. خلينا ناخذ من حضرتك اهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية. بالحقيقة أنا بدي أشكركم على اختيار هالموضوع، لأنه فعلا نحن عم نلاحظ بآخر فترة صار في توجه كبير نحو الإرضاع الصناعي، وهذا التوجه يعني أغلب أسبابه هي عدم الوعي بأهمية الإرضاع الطبيعي. بالحقيقة الإرضاع الطبيعي هو هدية من الطبيعة للطفل والأم معا، وهالمرة رح بلش بفوائده عن الأم بعدين نحكي عن الطفل لنعرف أنه هو ما أنه مجرد تضحية. يعني أحيانا كتير الأم بتحس أنه هو تضحية وواجب عليها، فهي ما بتعرف أنه قدي الفوائد اللي رح يأمن لها إياها لإلها نفسها. فمثل ما بنعرف أنه الإرضاع الطبيعي بعد الولادة بيخفف من نسبة النزف، بيقصر أمد النزف، لأنه بيحرض إفراز الأكسيتوسين، هرمون الأكسيتوسين اللي بيقبض الرحم، فبيخفف من النزف. الشغلة الثانية أنه هو بيأخر الإباضة عند أغلب النساء، وهذا يشكل وسيلة منع حمل طبيعية. هي شغلة كتير منيحة بهالوقت. صار في دراسات كتير على أهميته لبعدين عند الأم، فلاحظوا أنه بيخفف من نسبة سرطان المبيض والثدي عند الأمهات المرضعات. هن قارنوا حتى اللي قدرت ترضع 6 شهور صار في عندها نقص بالإصابة بهاي السرطانات. هلأ آخر دراسة ما لها زمان طالعة بيّنت أنه النساء المرضعات أقل نسبة للإصابة، أقل احتمال للإصابة بالسكري من النمط الثاني. هاي الدراسة انعملت على مدى 30 سنة على الأمهات، كمان كان المعيار أنه اللي أرضعت حتى 6 أشهر هذا الشيء حماها بنسبة كبيرة من الإصابة بالسكري. أوكي، حكينا عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم، أما فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل شو هي؟ هلأ للطفل فعلا هو يعني من أروع ما يمكن للأم أنه تقدمه لطفلها هو الرضاعة الطبيعية، غير أنه بيقوي الرابطة العاطفية بين الأم والطفل، بيعمل تلامس جسدي، بيعمل آي كونتاكت، التلامس البصري حتى، اللي هذا كله بيقوي الرابطة بين الأم والطفل، واللي هو على المجال النفسي أيضا على المجال الجسدي. هذا الطفل اللي خلقان عنا جديد هو بحاجة ليتغذى لينمو لنحميه من الأمراض، لهيك حليب الأم بشكل التوليفة المثالية لكل هالأهداف. فبالأيام الأولى من الولادة بيكون تركيب حليب الأم غني بالجلوبولينات المناعية. هاي الجلوبولينات المناعية هي اللي بتحمي الطفل ضد الفيروسات والجراثيم، تمام؟ حتى أنه لاحظوا أنه الأطفال اللي رضعانين إرضاع طبيعي هن أقل تعرض للإسهالات، أقل تعرض لالتهاب الأذن الوسطى، أقل تعرض لذات الرئة، حتى بالمستقبل هن أقل تعرض للأمراض التحسسية، هن أقل تعرض للبداني. طبعا احنا اذا بنحكي عن الرضاعة الطبيعية ما بنخلص للصبح فوائده. حتى لاحظوا انه الاي كيو يعني نسبة الذكاء كانت اكثر عند الاطفال اللي رضعانين ارضاع طبيعي. طيب خلينا نحكي عن نقطة كثير مهمة يلي ممكن بتواجهها اغلب الامهات بعد الولادة، انه نحن ممكن تشوف الام دغري في حليب، قد ايه الفترة الزمنية لحتى يتم اشباع الطفل من الحليب، وخاصة ممكن اذا قالت انه ما شافت حليب فانا مثلا ما عندي حليب، يلا خلص على الحليب الصناعي. تماما، هاي النقطة كثير شائعة وتكاد تكون يعني من اهم اسباب انقطاع الرضاعة الطبيعية او انه الام تقرر توقف الرضاعة الطبيعية. هي باول فترة تركيب الحليب بيكون بيختلف عن الحليب اللي نحن بنشوفه. اول شيء بس في نقطة بدي نوه لها، انه اول ما يخلق الطفل لازم نحن نشيله ونحطه على جسم أمه إذا الولادة طبيعية فورا، لأنه هذا التلامس الجسدي بيحرض إفراز الحليب عند الأم. إذا كانت ولادة قيصرية فبس تفيق من التخدير فورا لازم نحط الطفل عندها. كمان هلأ كتير بصير بيقولوا أنه لا ترتاح وكذا، لا ما يعني لازم فورا. الأم بهالفترة بيكون عندها شيء اسمه اللبق أو الصمغة، أول 3-5 أيام ممكن تكون. هلأ هاي المادة ما بتكون بيضة مثل الحليب اللي نحن بنشوفه أو سائلي، بتكون لا كثيفة صفرة شوي دسمة. فأغلب الأمهات بيفكروا أنه هذا مو حليب، أنه أنا لسه ما أجاني الحليب. هو بالحقيقة بيكون جايها الحليب، وهي تركيب هاي الصمغة ملائم لتغذية الطفل بهالفترة،
وفي نقطة كتير مهمة إنه حتى لما الطفل يرضع هالصمغة، الصمغة بتساعد بتطور جهازه الهضمي لهضم الحليب التالي اللي بيجي بعده اللي هو الحليب اللي بيستمر معنا. سبحان الله، يعني كيف هاي الأمور نحن يمكن ما بنعرف كيف بتصير بالفطرة، بس قديش لها فوائد وقيم مهمة للطفل وأيضا للأم مثل ما كنا عم نحكي. طب خلينا نحكي عن المدة الصحيحة للإرضاع. يعني معظم الأمهات بيقولوا بعد السنة الأولى أو السنة والست شهور خلاص مفروض أنه نبلش نفطم الولد، وبعض الأمهات بيدلوا للأربع سنين عم يرضعوا الولد رضاعة طبيعية. شو هي الفترة الزمنية الصحيحة للرضاعة الطبيعية؟ هي مثل ما تفضلت بأول اللقاء أنه منظمة الصحة العالمية أقرت بأنه يجب الإرضاع الصرف بدون إضافة أي شيء لعمر الست شهور. يعني الإرضاع الصرف بدون أي شيء، لا مي ولا مي التمر ولا مي التفاح، من هذا الشيء اللي كتير من يعتمد على حليب الأم، فقط حليب الأم لعمر الست شهور، مع الاستمرار بحليب الأم لعمر السنتين، ولكن بعد الست شهور المفروض نبدأ ندخل الأغذية الصلبة. بيبقى حليب الأم هو الأساسي بين الستة لثمان شهور مع إدخال الأغذية، بعدين بصير لا التفضيل للأغذية على حساب حليب الأم. بالنسبة للسنة الثانية طبعا بعد السنتين أكيد ما في داعي. بالنسبة للسنة الثانية جارتنا ظلت أربع سنين عم ترضع، هي خلاص صار ولد ثاني، صار يغار الولد جاي. لما كبر كون جاي على ثلاث أربع بنات هلا في كتير مفاهيم، بس هلا بالعكس أنا اللي عم شوفه هو الفطام المبكر يعني أكثر من الاستمرار. فهو إذا استمرينا بالسنة الثانية يعني مرتين باليوم هن كافيات. تمام. طيب خلينا نحكي عن شغلة تانية اللي هي كتير مهمة، انه انا بتقول انه الام انه انا مثلا حليبي ما عم يشبع الطفل، عم بضطر اني ادخل حليب صناعي بقبل فترة الست شهور. هل هذا الشيء صحيح؟ هل هذا الشيء شائع انه فعلا حليب الام ما بيشبع منه الرضيع؟ هلا بالحقيقة يعني هون بنبلش نفوت بالمفاهيم الخاطئة عن الارضاع الطبيعي. بالنسبة لانه حليبي ما عم يشبع، هلا هي شغلة ممكن تبلش من الولادة يحسوا فيها ويستمر المفاهيم الخاطئة لفترة طويلة. هلا اول شغله بتصير يعني مع اغلب اللي بيراجعوني بالعياده، مثلا بيروحوا بلقحوا الطفل عمره اسبوع يعني على جدول اللقاح، بيكونوا زينينه اول ما خلق كان 3 كيلو مثلا، باللقاح زانوا طلع كيلين و700، بعد هذا ما عم يشبع معناته شو القصه. هلا هذا شيء طبيعي، اول اسبوع لعشرة ايام الطفل بيفقد بين 7-10% من وزنه، يعني اذا وزنه 3 كيلو ممكن بشكل طبيعي يكون كيلين و700، وهذا ما بيدل ابدا انه حليبها ما عم يشبع. هلا هون مثلا اذا دخلوا الحليب الصناعي كارثي، لانه بيدخلوا الببروني، الببرونه الارضاع منها اسهل، بتعود الطفل على الببروني فبيترك حليب امه. صحيح. تمام. الشغله الثانيه اللي كثير كمان يفكروا الامهات بسببها انه الطفل ما عم يشبع هو البكاء، انه عم يبكي كثير ما عم يشبع. هلا يعني لنكون صريحين، هو البكاء علامه جوع، ولكن يعني اذا بدنا نعد اسباب البكاء عند الطفل بتطلع اخر وحده الجوع. يعني الطفل بيبكي لانه هي وسيله التعبير الاساسي عنده، اذا وسخ الحفوضه بيبكي، اذا شوب بيبكي، اذا برد بيبكي، اذا صابه مغص الرضيع اللي هو شائع كثير بيبكي، اذا تضايق من الزحمه حواليه. فنحن ما بصير كل بكاء للطفل نفسره انه تماما. نحن في عندنا يعني معايير شوي ادق يعني لتحديد انه الطفل عم يرضع عم يشبع من امه او لا، وادقها هو الوزن، ولكن الوزن بعمر الشهر مو الوزن بعمر الاسبوع. المفروض على الاقل الطفل يكسب 600 غرام، من 600 ل 900 غرام بالشهر، هذا بيكون عم يشبع من امه شو ما كان عم يبكي غيرها يعني. ثاني شيء هو التبويل في الحفوضه. مرات التبويل بالحفوضه لها دور بتفرجينا انه الطفل عنده سوائل كفايه ما انه متجفف، فاذا هو عم يشبع من امه. طب دكتوره خلينا نحكي عن عدد الوجبات او عدد الرضعات اللي المفروض ياخذها الطفل، وكيف ممكن الام تقسمها خلال النهار. تمام. هلا هي اول ما بيخلق الطفل مثل ما قلنا فورا بدنا نحطه على صدر امه. الحقيقه اول شهر بيقولوا له الارضاع حسب الطلب، يعني شو امتى ما بده الولد بدك ترضعيه، يعني هذا مو وقت التنظيم صباح ابدا. صباح بالليل بضاعه تمام. مو بس الصبح بالليل، حتى اذا ما يعني اذا ما طلبك هو بالليل بدك تفيقيه ترضعيه، يعني مو اكثر من 3 ساعات ابدا المفروض يضل الولد بدون ارضاع. بس هي فعلا هي فتره الشهر الاول بيقولوا لها ارضاع حسب الطلب، لانه كل ما رضع الولد هو بيتعلم على آلية الرضاعة أكثر، والأم بيزيد إفراز الحليب عندها بشكل أكبر. هلأ بعد الشهر الأول ممكن نصير ننظم الرضعات شوي، إنه كل 3 ساعات مرة، بعدين الطفل لحاله بصير ينظم الرضعة، بصير يطول مدة الرضعة ويخفف التواتر. يعني نحن بالحقيقة الطفل هو اللي بينظم الرضعات أكثر من إنه نحن ننظمها. طيب ممكن تلاحظ الأم إنه الثدي فضي من الحليب وبده فترة زمنية لحتى يرجع يشكل الحليب، ولا لا هو دائما موجود؟ هو
هو دائما موجود، هو فعلا حسب الطلب، وهي اكثر شيء بنلاحظها بالتوائم. هلا كثير ناس بيفكروا انه اذا توأم معناها انه ما رح يكفي حليب الام. لا، التوأم يعني اللي بترضع واحد واللي بترضع توأم بتقدر تنتج كميه مناسبه من الحليب، فهو لا حسب الطلب بيتشكل كميه كافيه. هلا ممكن الرضعه نفسها لما تحس انه يعني خلص من جهه تنتقل على الجهه الثانيه. في جهه لازم تبلش فيها ببدايه الرضاعه بوقت الولاده؟ لا ما في جهه معينه، بس المهم انه ترضع من الجهتين. يعني نحن بنحط الولد على احدى الجهتين، بس حسينا انه فضيت ننقله على الجهه الثانيه. الرضعه اللي بعدها وهو جوعان بنحطه على الجهه الثانيه، يعني لعده اعتبارات. اول شيء ببطل افراز الحليب من احدى الجهتين اذا اهملناها. ثاني شيء بصير في اختلاف بالشكل، يعني حتى منظر جماله ما له. طيب ليش بيقولوا انه لازم نعير مثلا 10 دقائق من اول ثدي و10 دقائق من ثاني ثدي حتى لو ما فضي اول ثدي؟ ولا هذا الشيء معلومه مغلوطه فينا نقوله؟ هلا يعني انه مو دقيقه تماما، مو مغلوطه، هي الفكره انه يعني انا بدي خليه، لانه حتى تركيب الحليب نفسه بيختلف حسب وقت الرضعه، تمام؟ فلا نحن بدي خليه تقريبا لا يفضى الثدي، بس الفكره انه ننقله على الثدي الثاني المره اللي بعدها يكون بالعكس. بالنسبه لمده الرضعه يعني ما تقل عن 20 دقيقه وكمان ما تتجاوز ال 45 دقيقه، لانه ما بيكون لسه في رضاعه صحيح. بعد هذا الوقت دكتوره، بعض السيدات اللي بيكونوا مولدين عن جديد بيصير عندهم خلص لازم يرجعوا على شغلهم او التزاماتهم، فبيضطروا انه يشفطوا الحليب ويحفظوه بطريقه صحيه لحتى بعدين الطفل ياخذهم برضعات في حال غياب الام لساعتين او ثلاثه عن البيت. شو هي الطريقة الصحيحة لشفط الحليب وإمتى ممكن نعمل هاي الطريقة؟ تمام. هلأ هي بالحقيقة شفط الحليب يعني هو شكل حل كتير منيح لنقدر نغذي الطفل بحليب أمه حتى بغيابها. فبعد ما تخلص فترة الأمومة أكيد الأم بدها ترجع على الشغل، أو ممكن يكون عندها التزامات. في أمهات ممكن يسافروا أيام، ومع ذلك نحن بنقدر نضل نغذي بحليب أمه عن طريق موضوع الشفط. هلأ شفط الحليب ممكن يتم بشكل يدوي، ممكن يتم بشفاط يدوي يعني باليد تماما، أو بشفاط يدوي أو بشفاط كهربائي. الأهم من الشفط هو تخزين حليب الأم. تمام؟ يعني شو هي الطريقة الصحيحة لتخزين حليب الأم؟ الطريقة الصحيحة أنه ننتبه لدرجة الحرارة. أول شيء نحن نحطه أكيد بعبوات نظيفة، يفضل أنه تكون بلاستيكية. إذا بدنا نخليه بهواء الغرفة يعني درجة حرارة حوالي 25 درجة بيصبر 6 ساعات، يعني بيقدر يضل محافظ على كل مكوناته 6 ساعات. إذا نحطه بالبراد ممكن يضل حوالي 5 أيام، بس ننتبه إنه ما نحطه جنب اللحمة أو الأكلات المطبوخة أو هيك شيء، ونحطه جوا يعني بالبراد بيضل 5 أيام. وإذا بدنا فترة أطول فبالتلاجي بيضل 2 أسبوع. تمام. وهيك معلومة على الهامش، يعني إنه نحنا برا صار في بنوك لحليب الأم، يعني هذا الشفط صاروا يستثمروه في بنوك لحليب الأم، وحتى إنه سعر لتر حليب الأم هو 80 دولار، يعني على السوري بيطلع له شيء 50,000. فانه ما تفكروا انه شغله قليله الارضاع الوالده، هي ما عم توفر 3,000 حليب صناعي، عم توفر بكل لتر 50,000. والحقيقه هو حليب الام اغلى من هالحكي، يعني انا بس اعطيت الرقم لفرجي اهميته، ولكن هو فوائده اثمن حتى من هذا الحكي كله. صحيح. طيب خلينا نحكي عن الارضاع يلي ممكن نسمع فيه انه الارضاع بفصل الصيف غير فصل الشتاء، ممكن بالشتاء بيكون في حليب اكثر بفصل الصيف لا بيكون مشوفه مي كثير، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا هو لا بالمطلق ما انه صحيح، بس فعلا يعني هو من معجزات حليب الام انه بيتغير التركيب بين الشتاء والصيف. اي الاهم واي الافضل؟ حسب الفصل، يعني حليب الام ذكي جدا، فبالشتاء بتكون نسبه الدسم فيه اعلى، بالصيف بتكون نسبه الماء فيه اعلى. ولكن هي الفكره الخاطئه اللي كثير من واجهها انه بدهم يشربوه مي، بيكون ولد تحت 6 شهور بس لانه الدنيا شوب والفصل صيف فبدنا نشربه مي. صحيح. لا ما في داعي ابدا نشربه مي، وما بيصير نشربه مي، بس زيدي عدد مرات الارضاع لما بيكون الجو كثير حار شوب، وزيدي السوائل بالنسبه لك مشان الام نفسها ما تتعرض للتجفاف ويخف الحليب. يعني بالختام ما ضل دكتوره غير نتشكرك على المعلومات والنصائح اللي قدمتي لنا اياها، ان شاء الله يكونوا كل مشاهداتنا استفادوا من هاي المعلومات. شكرا كثير لك ويسعد لي صباحك. شكرا لكم، وان شاء الله على منبركم يعني بتوصل لاكبر عدد من الامهات ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك.